شكرا السيد الرئيس، السيد الباشا، السادة الأعضاء المجلس المحترمين. خصوص مناقشة النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة والتي تهم الوثيقة المرجعية وخارطة الطريق برنامج عمل الجماعة 2022-2027، ولهذه الوثيقة من أهمية سواء عند المشرع الذي أناطها في القانون التنظيمي 113-14 وأكثر من 10 مواد اللي كتنظم العملية إضافة إلى المراسيم والقوانين المؤطرة لتنفيذ وأجراءات هذه الوثيقة، وأيضا من ناحية حتى في التصويت على مستوى الدورة، يعني تعتبر من النقاط اللي بالأهمية ما كان، لأنها تتسي طابعا خاص وخاصها الأغلبية المطلقة في التصويت، يعني من المسائل اللي خاصة الأغلبية المطلقة في التصويت. يعني احنا نناقش اليوم واحد الوثيقة اللي كتربطنا بالمسار ديالنا من هون لقدام، المسار ديالكم السيد الرئيس اللي رسمتوه، رفقة المكتب ديالكم ورفقة الفريق التقني المشرف على إعداد هذه الوثيقة. تعطلت ربما سنتين من التشخيص وجمع المعلومات وكذا، ولكن هذا الشيء طبيعي ومشروع، لأنه يعني الإنسان إلى غادي يبرمج من هون لأربع سنوات ولا خمس سنوات أحسن يتعطل ويعود مرق شيء واضح. أنا في نقاشي لهذه الوثيقة هذا النقاش على جانبين، من ناحية الشكل المنهجية طبيعة الحال لأنها مهمة، وأيضا من ناحية المضمون، مضمون الوثيقة. من ناحية المنهجية المعتمدة في إعداد الوثيقة كنت موفقون السيد الرئيس صراحة. أولا أهنئكم على اعتماد الكفاءات المحلية في إعداد هذه الوثيقة، وهذه بادرة، لأن ملي كتعتمد كفاءات محلية أبناء المدينة اللي ضابطة المشاكل والعراقيل اللي ما عندها أحلام أفلاطونية. وعجبتني واحد العبارة اللي قالها الأخ، هو بأننا نحن بصدد برنامج عمل وليس برنامج أمل. لما سبقنا وشفنا برامج أفلاطونية أحلام ما عندهاش علاقة بالواقع، فالوثيقة من يشوف أحد يعرف عنها لامسة الواقع ولامسة التدخلات اللي محتاجينها نحن اليوم. فالمسطرة المعتمدة واللي تبعتوها رفقة المكتب المشرف أنا بالنسبة لي كانت موفقة من ناحية المنهجية، لأن اعتمدت على مجموعة من المقاربات، سواء المقاربة الديمقراطية، المقاربة التشاركية، مقاربة النوع، ومقاربة الإدماج الاجتماعي. فبالتالي من ناحية المنهجية السيد الرئيس كنتم موفقون. من ناحية المضمون، أنا منين نشوف وثيقة أمامي ونعود في مجلس ونشوف المجلس عنده كامل الجرأة يرصد لي نقاط الضعف ويتكلم عنها بجرأة، فهذا هذا هذا كامل تشريف السيد الرئيس، أنه منين كتكلموا كترصدوا بدون خجل، كتكلموا كتقول راه نقاط الضعف ديالنا وراه فاش اللي ندخلوا. فبالتالي هذا أنا بالنسبة لي مسألة مهمة. الوثيقة كانت واقعية، لأن جل المشاريع والتدخلات اللي مبرمجة تلامس الواقع. إحنا الداخل حالة اليوم نعرفوه، المشاكل كاملة نعرفوها، كاين مشاكل واد الحار، مشاكل تصريف مياه العادمة، مشاكل النظافة، مشاكل الإدارة العمومية. نحن إلا توفقنا في هذه المرحلة وهذه المدة الانتخابية معكم السيد الرئيس بأننا نحققوا غير 50% من هذه الوثيقة أمامنا، فبالتالي إحنا رانا محظوظين. كاع مالنا طموحين الى ذاك الطموح اللي نحققوا، يعني راه كاينين المؤسسات الثانيه كلها، راه ماشي غير الجماعه، راه كاين برنامج تنميه الاقليم، راه كاين برنامج تنميه الجهويه، راه كل مؤسسه وعلى مقامها وعندها اختصاصاتها وعندها كذا. فبالتالي انتوما التدخلات ديالكم السيد الرئيس مطالقوا من الاختصاصات ديالكم، فالاختصاصات باينه فينها، ما هو اختصاص ذاتي حصري ديال الجماعة، اختصاصات منقولة، اختصاصات مشتركة. مسألة ديال الاختصاصات واللي كان شار لها السيد مربي بوهالة ديال اختصاصات في ناحية التشخيص. صحيح وبأن التشخيص ما كان يعني في مجموعة من القطاعات ما كان بالشافي والكافي، ولكن
هما اللي نحنا محصورين بالاختصاصات الذاتيه ديالنا. يعني لانه شنو هو دور التدخل ديال الجماعه في الاختصاصات الذاتيه؟ هو تشخيص الامكانيات والحاجيات ديال بعض القطاعات، لان احنا القطاعات حنا رانا مسؤولين عنها، عندنا فقط من ناحيه الاختصاصات. قطاع الصحه منين نتكلموا عن اختصاصنا احنا كجماعه، شنو هو التدخل ديال الجماعه المباشر في قطاع الصحه؟ عندنا جوج ديال التدخلات وراهم واضحين في القانون. عندنا لي كارافان دو سونتي، هذوك القوافل الطبيه اللي بدو ساهموا فيهم، والله دعم المراكز الصحيه، فقط هذو جوج تدخلات اللي عندنا في قطاع الصحه. من ناحيه شيء ثاني راه تشخيص الحاجيات، حنا غنشخصوا الحاجيات، غنقولوا راه الحاجيات، راه غنزقوا راه الحاجيات وغنسلموهم للقطاع الوصي. ولكن للاسف ملي تبين لي، ملي شفت 46 مراسله ديال القطاعات المحل الهول، الوصيه ما جاوبوا. وهذا السيد الرئيس راه خاصكم تاخذوه بعين الاعتبار، هذا راه تقاعس ديال المؤسسات اللي عندنا هون، لانه هو برنامج تشاركي ومعانا جميع هذو يعني التمثيليات الوزاريه. منين كتراسلهم مؤسسه دستوريه جماعه في اعداد وثيقه العمل ديالها وما يتم التفاعل ديالهم، تفاعل هذا راه امر خطير. بالنسبه للمشاكل ديال قطاع التعليم، التدخل ديالنا واضح. عندنا احنا التعليم، عندنا لغايه التعليم الاولي، الجماعه كتتدخل فقط في التعليم الاولي، المسائل للتعليم الاعدادي ولا الثانوي ولا التاهيلي ولا العالي، فقط جرب الحاجيات ونبلغوها للقطاع الوصي. وانا كنظن بانكم كنتم موفقين السيد الرئيس، ونهني مكتب الدراسات هنيئا حقيقه على المنهجيه المعتمده لانكم توفقتوا. وشكرا سيد الرئيس.